يا اهلا بكم، وصلنا الحمد لله لاخر حلقه في الكورس، واتمنى ان الكورس يكون مفيد ان شاء الله. تمام، هنتكلم عن الستورج سيرفرز. يعني ايه ستورج سيرفر، وممكن نستخدم الستورج سيرفر في ايه، وهو اللي موجود في الصوره ورا الكبير ده يا جماعه سيرفر واحد، ده مش كذا سيرفر فوق بعض، لا ده سيرفر واحد، ده ستورج سيرفر. خلونا نفهم ايه قصه الستورج سيرفرز دي. طبعا الستورج سيرفرز دي شركات كتير بتنتجها، بس انا هاخد هنا واحد من النماذج زي من شركه اتش بي اي. اتش بي اي بينتجوا ستورج سيرفرز اسمها ابولو فاميلي او الاكس ال، هي الابولو فاميلي اكس ال سيريز. طيب ايه هو ايه الستورج سيرفر؟ هو سيرفر عادي خالص، سيرفر عادي تماما، يعني ممكن يبقى عليه ويندوز، يبقى عليه لينكس، او اي اوبريتنج سيستم يكون سبورتد عليه. تمام، بس الفكره ان السيرفر ده ليه سعه تخزينيه كبيره، بنقدر نركب فيه عدد كبير من الديسكات مقارنه باي سيرفر عادي. يعني مثلا لو نشوف الموديل ده اللي هو الابولو اكس ال 420 من اتش بي، خلاص هنلاقي ان هو فيه زي ما احنا شايفين كده اتنين ديسك انكلوجرز ورا بعض، يعني ده ممكن ياخد مساحه سعه تخزينيه اكبر من سان ستورج في نفس الحد. تمام، فبيكون فيها عدد ديسكات كبير، ده حتى من الخلف، بس انا كنت المفروض احط صوره للسيرفر من ورا، يعني بيكون فيه كمان من ورا ديسك بيس، تقدر تحط ديسكات كمان من ورا، بس يعني عددهم قليل، بيكون ديسكين او اربعه على حسب المساحه الدوار، عشان طبعا الكونكشنز والكروت وكده. سيرفر عادي تماما، يعني بيركب فيه عادي اتش بي اي وعادي تماما، انت بتاخده وتنزل عليه الاوبريتنج سيستم اللي انت عايزه، ويندوز لينكس اي ما يكون. تمام، طيب طبعا ده موديل تاني برضو من الاتش بي كله، بس ده ضخم شويه. تمام، طبعا بياخد كميه ضخمه جدا من الديسكات، وفيه يعني مساحه تخزينيه كبيره قوي، ممكن تعدي 350 تيرا للسيرفر الموديل ده كبير. تمام، طيب يعني احنا ممكن نحتاج ستورج سيرفر في ايه؟ فكذا حاجه، بتحط عليه الداتا اللي مش مطلوب ان هي تكون موجوده على السان ستورج. ممكن تستخدمه لحاجات كتير طبعا، يعني ممكن تستخدمه كفايل سيرفر، ممكن تستخدمه للباك اب، ممكن تستخدمه للبيج داتا اناليتكس مثلا، ممكن تستخدمه مع المايكروسوفت اكستشينج للداتا بيس. تمام، ممكن تستخدمه للاركايف زي مثلا تسجيل الكاميرات على سبيل المثال، او اي نوع من انواع الارشيف، يعني الارشفه يعني، بس ممكن تحط عليه تسجيلات الكاميرات على سبيل المثال. ممكن يعني امكانياتك تسمح ان انت تشتري سيرفر زي ده علشان تحط يعني تحط عليه تسجيل الكاميرات، طبعا عدد كبير من الكاميرات وتحتفظ بيهم فتره طويله، وتخرج تسجيل الكاميرات ده بره السان ستورج عشان تخلي السان ستورج هي تركيزها على يعني البلوك ستورج والفايل ستورج يعني. تمام، بس زي ما بقول ممكن يستخدم للباك اب، فطبعا الصح ان انت لما بتاخد باك اب ان انت ما بتخزنش الباك اب على نفس المكان اللي فيه البرودكشن، يعني انا ما بكونش باخد باك اب من السان ستورج واحط الباك اب على نفس السان ستورج. طبعا لو السان ستورج كلها راحت خلاص كده كل سنه احنا طيبين، يعني الداتا كلها راحت. تمام، فممكن واحد من الحلول ان انت تستخدم سيرفر زي الستورج سيرفرز. تمام، علشان تخزن عليه الباك اب بتاعك. طبعا هو يعني طبقا للباك اب فيندرز والاتش بي نفسها، فهو ممكن استخدامه مع باك اب سوليوشنز زي كونفولت مع فيم ومع فيريتاس. مع فيم بيشتغل ك ممكن مع فيم يشتغل كباك اب بروكسي وكمان باك اب ريبوزيتوري، يعني هو نفسه باك اب بروكسي. الناس اللي بتستخدم فيم هتبقى فاهمه ما هو الباك اب بروكسي، فيشتغل باك اب بروكسي ويشتغل باك اب ريبوزيتوري. وانا استخدمت انا شخصيا استخدمت الاتش بي ابولو في امبلمنتيشنز مع فيم. فيريتاس بيشتغل نفس الكلام، فممكن ان الابولو سيرفر يشتغل كميديا باك اب، ميديا سيرفر فيريتاس نت باك اب سولوشن.
وبيدعم طبعا ديسكات ديسك تايبس مختلفه يعني اتش دي دي اس اس دي او حتى ان في ام اي. انا بتكلم هنا على الاتش بي اي. واكيد يعني اكيد طبعا كل الفندرز في الوقت الحالي اللي بينتجوا ستورج سيرفرز اكيد ان هيكون في عنده يعني بيدعموا اكيد فيها الان في اي ديسكس. وهي السيرفرات بتكون قويه يعني الكاباسيتي ليها عاليه، السي بي يو والكمبيوتر ريسورس ليها عالي، ف يعني استخداماته الحقيقه ممكن تبقى كتير. بس انا ما شفتوش بيستخدم كاي 6 اي يعني، وما اعرفش يشتغل، هل هو يشتغل مع الفي ام وير في سان او لا، الحقيقه ما عنديش فكره، بس ما اظنش يعني، او انا مش متاكد من المعلومه بصراحه يعني. تمام، طيب احنا بكده وصلنا لنهايه الكورس. اتمنى ان الكورس يكون كان مفيد ان شاء الله ومبسط. هو يعني كورس زي ما انا كنت حاكي في بدايه في بدايته تماما، ان هو عباره عن كورس مبسط بس للكونسبت، المفاهيم الاساسيه للستورج من غير تفاصيل دقيقه يعني. تمام، ده من تحضير الكورس ده من اجتهادي انا الشخصي، فعشان بس لو حد سال هو الكورس ده علشان امتحان معين او حاجه، لا ده مش علشان امتحان، ما بيؤهلش عشان امتحان. وانا عاده الحقيقه انا يعني ما بسجلش اي حلقات تخص امتحان معين، او يعني اعمل لك كورس لما تذاكره تقدر تمتحن بيه يعني. دي الحقيقه دي حاجه انا ما بعملهاش الا في منادر يعني، لو في حاجه بعينها هيبقى في الكورس نفسه انا بقول ان ده علشان الامتحان الفلاني او العلاني. تمام، طيب نشوفكم ان شاء الله في كورسات تانية قريب باذن الله. سلام عليكم.